نجرة الأخبار من كوباية الشاي، أهلا بكم. رئاسة الفيفا تشتكي السودان وتتهمه بالمشاركة بقوات مقاتلة ضمن منتخبه الوطني، وذلك بعد جغم جميع منافسيه. كيلينغي يشتكي من السمنة بعد مناوبته وتغطيته لأراضي الفاشر. يوسف عزت يضع أغنية بدري صحيت من نومي فرحتا، مشيت لي أمي وأبوي صبحتا كنغمة اتصال على هاتفه. قوات الدعم السريع وبعد انتشار فيديو شفشفة شنطة يوسف عزت تقول إن الجميع سواسية في الشفشفة ولا كبير على قوات النهب السريع. شكرا جزيلا.